بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي متابعي قناة التكنولوجيا الشاملة، معكم أخوكم بندر. إن شاء الله اليوم راح نتكلم على حاجتين. الحاجة الأولى هي الأنبوكسينج لهذا الوحش، وهو SSD Corsair Force 3 GT، ويعتبر الإصدار اللي جاء بعد Corsair Force 3 اللي سوينا له حلقة سابقة. إن شاء الله اليوم راح نشوف ميزات هذا SSD، وفي نهاية الحلقة راح إن شاء الله يكون عندنا 3 فائزين. حاولنا نقدم لكم أكثر من جائزة يعني كبداية، راح إن شاء الله نعطيكم التفاصيل كلها في نهاية الحلقة. ابقوا معنا، نرجع لكم بعد الفاصل. بشكل ان شاء الله سريع راح نعمل الانبوكسنج ونشوف وش داخل العلبة، وبعد ما نستخرجها نتكلم على عجالة بأبرز ميزات الـ SSD هذا. طبعا من الخارج مبين لك سرعة الريد والرايت، طبعا عشان يبين لك انه سلسلة الجي تي هي الأسرع. ذاكر لك انه سرعة القراءة هي 555 ميجا بايت بالثانية، وسرعة الكتابة 515 ميجا بايت بالثانية، وهو سيت 3 مقاس 2.5 تقريبا. هذا الأبرز شيء يذكر فيه. شوف وش داخل العلبة هذه. طيب يعني كما هي العادة باك بليت عشان تركب الهاردسك هذا على، إذا كان عندك ديسكتوب يحوله من 2.5 إلى 3.5 مع المسامير. ونأتي إلى الـ SSD نفسه. هذا هو الـ SSD، لون أحمر ناري جميل جدا، ملمسه أخشن شوي من الفورس 3. حجم الهاردسك اللي معنا اليوم 120 جيجا بايت، وزي ما قلنا معلومة أنه كل ما زاد حجم الـ SSD أصبح أسرع شوي. نشوف ايش فيه من الخلف، ما في شيء من الجانبين، هذه فتحات التثبيت حقت المسامير، ومن الخلف مداخل الساتا والباور. طيب على عجالة زي ما قلنا، طبعا سعته الآن 120 جيجا بايت، تنقص شوي بعد ما نركب اللي هو الـ SSD هذا. زي ما قلنا سرعته 550 ميجا بايت في القراءة، وسرعته في الكتابة 515. سرعة الانبوت والاوتبوت الادخال والاخراج فيه، او اللي هي الـ IOPS، هي 85000 كيلو بايت، او عفوا 85000 كيلو 4K. طبعا ميزته هذا او اللي يخليه يفرق على السلسلة الجديدة من الفورس 3 هو استخدام يعني تقنية السنكرونس اللي تعتبر الآن أسرع من الأسنكرونس اللي كانت موجودة في SSD Force 3 من نفس الآن الشركة. ففي هذا باختصار استخدموا السنكرونس، أوكي، اللي هي الستورج تكنولوجي، وفي السابق كانوا مستخدمين الأسنكرونس، أما هذا استخدم فيه السنكرونس وما يزال يعمل بساندفورس تشيب. تقريبا هذا كل يعني ما لدينا. راح ان شاء الله راح اعمل بينهم مقارنه بين SSD الاول والثاني هذا، ونعطيكم النتائج ان شاء الله وتحصلونها في المدونه. طيب وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. قبل ما نودعكم حاب نذكركم انه عندنا مسابقه خفيفة حليوة، فقط الشروط فيها انك تعمل لنا سبسكرايب هنا، وتزور صفحة المسابقة في الفيسبوك وتعمل لنا لايك. ان شاء الله نهاية الاسبوع راح نختار 3 فائزين. جوائزنا زي ما قلنا في البداية راح تكون رمزية، لكن ان شاء الله المسابقات القادمة راح تكون افضل وافضل. طب بالطبع بعضكم يسأل وش الجوائز؟ الجوائز أول جائزة هي متحكم 5 مراوح من شركة NZXT، وهو سنتري مش،
ممتاز للكيس 600 تي او كيس الهافكس او اي كيس تكون الواجهه حقته بالكامل مصنوعه من المش. الجائزه الثانيه لعشاق الانمي والجيمز نفس الوقت، انمي للعبه الشهيره وهي هيلو ليجندز. حلو مره الانمي هذا، راح يكون ان شاء الله من نصيب احدى الفائزين. واخيرا وليس اخيرا لعشاق البي سي جيمز، اخترنا لكم اليوم لعبه جاست كوز 2. اللعبه هذه تعتبر حلوه جدا، لسه انا ما خلصته مع اني قديمه بس لسه ما خلصته، جالس العب الان فيها. الشيء اللي شدني لها انه ايضا تعتبر من الجيمز اللي تكون تيست بنش، تختبر فيها اداء الكرت، وايضا معتمده، ما ادري ما اظن واضحه في الخلف، المهم مكتوب انها معتمده من شركه انفيديا انها تشتغل على الكروت الجديده، يعني تشتغل على تقنيه 3D، وانا جربتها شخصيا بلعبه اللي هي 3D، حلوه جدا. شكرا لكم المتابعه، كان معكم اخوكم مندر، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.